السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم من جديد بفيديو جديد وقطعة جديدة. اليوم رح نشوف كيف رح نشتغل هي الغرزة نفسها الحلوة والمرتبة، غرزة الباسكت على الكفوف. تمام، اصل للسكري خالص الكف الثاني وبعدين نشتغلهم مع بعض. فانا رح اشرح بالاسود والرمادي بلون بلون ثاني، بلون فاتح، ولنصل لهون نشتغل على هذا الكف الاساسي. تمام، خلونا نبدأ. طبعا الأدوات المطلوبة، أنا راح استعمل بهذا الكف سنارتين، سنارة مقاس 2.5 وسنارة مقاس 3. تمام، 2.5 منشان الريب والثلاثة منشان الرسمة. تمام، ومقص وخيط. طبعا هذا الحكي نحنا على خيط إليز بيبي أو سماكة رفيعة نوعا ما. تمام، منشان ما يصير خربطة. رح نبدأ أول شي بداية، رح أخذ سنارة رقم 2.5 وأبدأ بداية غرزة عقدة البداية وارتفع 3 سنسلة. تمام، رح أشتغل هلأ حاليا على غرزة الفونديشن. تمام، ليش أنا رح أستخدم غرزة الفونديشن؟ لأنه هون الكف هذا كف رجالي، يعني عرفتوا شلون؟ فانا ما بدي يعص وما بدي يعني يمسك هيك بالايد كتير وصعب، لانه ايد الرجال بتبقى اعرض من ايد المرأة نوعا ما. فلما بدي يفوته هيك من هون ويعني والسنسلة تعص على الايد، لانه طبعا المنطقة هي هون اعلى يعني اعرض من هاي المنطقة. فانا شو راح اعمل؟ راح اشتغل بغرزة الفونديشن مشان لما يفوت يكون سهل تفويته. طبعا بالنسبة للمقاس، انا رح احكي اذا انت مستعملة غير خيط او غير مقاس، او الايد مثلا اكبر مثلا من المعتاد او اصغر من المعتاد يعني. فانت بتاخدي مقاس العرض من هون، محيط دوران الايد من هون. تمام، ارتفاع ودوران الايد من هون. تمام، هيك بتعملي هيك وبتاخدي الارتفاع. هيك بناخد مقاس الكف. طبعا نحنا منزود يلي منزوده منشان هاي المنطقة، بنحذفه وقت بنفصل الابهام عن باقي الكف. تمام، نحنا لما منزود هون نفصلهم منشان نكمل. طبعا راح اشتغل انا ان شاء الله كفوف نسواني بالتفصيل معكم ان شاء الله، ونشوف الطريقة سوا. طبعا في بعض الرسمات بتكون ما يعني لا تقبل الزيادة، يعني اذا زودتيها بتنتزع، مثل رسمتنا اليوم اللي لا تقبل الزيادة، اما بتزودي من تحت او بتكون هي مرنة بحيث انها يعني تعطيكي مساحة. تمام، ونحن بنشتغل الريب بقلب سنارة منشان يضل ماسك على الايد، على الاستعمال ما يرخي، يصير منظره حلو. تمام، فانا رح اشتغل غرزة فونديشن. انا طبعا شرحت غرزة الفونديشن بفيديو سابق، يلي بحب رح اترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف، فيكم ترجعوا له. طبعا انا رح اعمل هلا 48 غرزة فونديشن، 48 غرزة فونديشن. تمام، فانا رح كمل 48 غرزة فونديشن وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت 48 غرزة فونديشن، هلا رح نسكرها سوا. بجي على البداية، شايفين؟ بجي بحط هذا الطرف على هذا الطرف وبراس العمود، شايفين؟ هلا أنا هون طلعت سنسلتين براس العمود بشكل منزلقة. تمام، هيك شايفين؟ طبعا هذا الفراغ اللي هون انا رح بستنى يعني بإبرة التنظيف رح سكره وقت خلص. تمام، بهذا الخيط الزايد رح نضفه من هون، سكره.
تمام شايفين انا هون عاملة نفس الطريقة، ما بعرف اذا راح يوضح راح توضح الفكرة. هون يمكن تقريبا شايفين، فانا هون سكرته بالابرة والخيط، شايفين وباين انه انا سكرته بالابرة والخيط. تمام، فهلا انا بشتغل عادي بطلع سنسلتين، بعدين يلي العمود اللي بعده بشتغل بريد امامي. طبعا انا وزعتني بنفس السنارة، سنارة 2.5، اللي بعده اشتغلت بريد خلفي. تمام، هي بريد امامي، ندخل السنارة هيك من ورا الغرزة، بعدين نسحب الخيط ونشتغل عادي مثل العمود بلفة. تمام، اما البريد الخلفي ندخل على السنارة من ورا، نسحب الخيط، شايفين، ونعمله. تمام، واحدة بريد امامي واحدة بريد خلفي هيك لنهاية الدرب. طبعا هاي هذا الدروب قديش بنعملها؟ بنعمل 6 دروب، يعني 6 دروب مع بداية، يعني مع غرزة الفونديشن. تمام، مع درب غرزة الفونديشن بنعمل 6 دروب. تمام، شايفين، يعني هاد غرزة الفونديشن، ما بعرف اذا واضح. بعدين بيجي 1 2 3 4 5، 5 بريد امامي وبريد خلفي. يعني اول شي نشتغل هاد تبع الفونديشن غرزة البداية الدرب الاول السادة، بعدين بنشتغل 5 بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي، هيك لنوصل لهون. تمام، رح انا اكمل هالمرحلة وارجع لكم ان شاء الله. طبعا انا ما رح كفيها كلها، رح ساوي درب واحد وارجع لكم نشرح الباقي. وهي انا بعد ما خلصت الدربين من الريب، شايفين، درب الفونديشن ودربين ريب. طبعا انت بتكملي ل5 دروب ريب. تمام، انا يعني لاختصار الوقت وسرعة التصوير فانا راح اختصر على دربين. تمام، فانت بتكملي ل6 دروب. طبعا انا هلا بدي بدل السنارة، راح اخذ سنارة. طبعا هيك انا بعد ما اخلص الريب بشتغل الريب سنارة رقم 2.5، وهلأ ببدأ. هلأ شايفين أنا هون شاغلة درب بعد الريب أسود سادة. تمام، يعني كل عمود فوق عمود، كل عمود فوق عمود، يعني كل عمود بريد أمامي أو بريد خلفي أنا شاغلة عمود عادي، شايفين. طبعا بهاي السنارة، سنارة رقم 3، رح اشتغل عمود فوق كل عمود، شايفين، كان بريد امامي او بريد خلفي اشتغل عمود عادي بلفة، عمود بلفة. تمام، شايفين، هيك لنهاية الدرب. وهذا الدرب رح يكون هو اساس للغرزة تبعنا. انا هون بعد ما خلصت هذا الدرب السادة رح ابدأ بلون الرمادي. تمام، كون خلصت اللون الاسود ورح ابدأ باللون الرمادي، رح كفي هذا الدرب وارجع لكم. تمام، وهيك بعد ما خلصت هذا الدرب السادة، هلأ هون انت بتقطعي الخيط الاسود وبتبلشي بالخيط الرمادي. تمام، ورح نشتغل من الرسمة بالخيط الرمادي 6 دروب، 6 دروب، 1 2 3 4 5 6. تمام، 6 دروب. هلأ رح نشوف كيف رح نشتغل الغرزة. طبعا انا شارحتها بطلع ب3 سلسلة فيديو الطاقية بالتفصيل، وكمان هلأ رح نشرحها سوا. وطبعا اذا بدك تساوي محكو فيها فانا شارحة الغرزة بفيديو سابق، اذا بتحبي تشوفي رح اترك لك رابط الفيديو بالصندوق الوصف.
طبعا انا طلعت بثلاثة سنسلة، لفيت سنسلة لفتين على السنارة، رح اترك تنتين غرستين تمام، وانتقل للثالثة وادخل فيها بريد امامي بلفتين بشتغل فيها تمام. هي الغرزة كلها بريد امامي، برد برجع بلف لفتين بدخل باللي بعدها وبعمل بريد امامي لفتين تمام. هلا برجع على التنتين اللي الاولانيات اللي تركتهم، بعمل اول وحده بريد امامي بلفتين، شايفين؟ برد بلف على السناره لفتين، واللي بعدها بشتغل بريد امامي لفتين تمام. شايفين شلون هيك صارت؟ هلا رح رد ارجع اشتغل واحدة تانية، بترك تنتين بنتقل للي بعدها بشتغل بريد امامي بلفتين، بنتقل للي بعدها كمان الرابعة بشتغل بريد امامي بلفتين تمام. بلف على السنارة وبرجع للتنتين اللي تركناهم وبعمل بريد امامي بلفتين، اول واحدة وبالتانية بريد امامي بلفتين تمام. وهكذا لنهاية السطر، رح كمله وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت الدرب الاول رح اشكله بمنزلقة تمام. هلأ رح اطلع بالدرب الثاني، ركزوا معي كتير منيح. هلأ رح اطلع بثلاثة سنسلة تمام، مباشرة انا ما رح انتقل يعني اترك تنتين مثل ما عملت بهذا الدرب الاولاني، لا رح مباشرة بهي رح اشتغل مباشرة باللي بعدها، رح اشتغل عمود بريد امامي بلفتين، واللي بعدها كمان بريد امامي بلفتين تمام. شايفين؟ هلا بقى شو بدي اعمل؟ بلف على السنارة لفتين، ومن ورا الشغل من ورا اللي اشتغلته من التنتين باخد هدول، شايفين هدول التنتين؟ لانه هلا اللي الاكس اللي بدها تجي يعني الوحدة اللي بدها تجي بين يعني نص من هاي ونص من هاي، مو فوقها مباشرة يعني، شايفين؟ مو فوق الاكس بدها تجي، بتجي هون بيناتهم هيك، بدها تاخد اتنين من هاد فهلا انا شو راح اعمل؟ راح لف على السنارة لفتين واجي هيك من ورا هدول التنتين اللي انا عملتهم، واخد شايفين هدول التنتين، هاخد اول وحدة هيك تمام واشتغلها بريد امامي شايفين، بريد برجع بلف على السنارة لفتين، شايفين هاي اول وحدة اشتغلتها. هلا التانية بدخل هيك من ورا هدول الغرستين اللي اشتغلتهم اول شي، بسحبها هيك وبسحب الخيط منها بشتغلها بريد امامي لفتي تمام هيك. وهلا رح اشتغل واحدة تانية، رح لف على السنارة لفتين، بترك هلا اول تنتين تمام، بنتقل للتنتين اللي بعدها باخد اول واحدة بشتغل بريد امامي لفتين، تانية كمان بشتغل بريد امامي بلفتين، شايفين؟ هلا برد برجع بلف على السنارة لفتين، بشتغل من ورا اللي اشتغلتهم انا هلا، وبسحب اول وحدة بعملها بريد امامي، شايفين؟ بلف هيك وبسحبها بعمل بريد امامي، برد برجع بلف على السنارة لفتين وهيك بسحبها. شايف الشغلة كتير بسيطة بس بدها شوية تركيز تمام. يعني هلأ هو درب بنشتغلهم قدام الغرستين اللي الأولانيات، ودرب بنشتغلهم ورا الغرستين اللي استويناهم تمام. يعني درب قدام ودرب ورا تمام. يعني درب بنترك تنتين ننتقل للي بعدها، نشتغل عمود بريد امامي بلفتين،
بريد امامي بلفتين. شوفوا الدرب اللي قبله شو كنا نعمل هيك قدام، هدول الغرزتين اللي اشتغلتهم امامهم. لا انا هلأ وراهم من ورا بسحب هيك وباخده، تمام؟ درب هيك ودرب هيك عشان تطلع عنا الرسمة منتظمة. درب هيك ودرب هيك، تمام؟ هلأ أنا هيك أنا قديش رح أشتغل؟ شايفين؟ بلشت توضح معكم الرسمة، تمام؟ فأنا رح أشتغل هيك 1 2 3 4 5 6، 6 دروب، 6 دروب رمادي، تمام؟ هشتغل بنفس المبدأ 6 دروب، والدرب السابع بلون السكري، تمام؟ هلا بنشتغل 6 دروب رمادي ولون سكري السابع، تمام؟ انا هلا هون وصلت للون السكري، لون الدرب السابع من الرسمة، تمام؟ شايفين؟ هلأ أنا بقى شو بدي أعمل؟ بدي أفصل منطقة الباهم، بدي أفصل منطقة الإبهام، تمام؟ شوفوا هلأ شو بعمل، بمشي عادي يعني مثل ما أنا بشتغل بالعادة، تمام؟ هذا الدرب شو هو؟ عبارة عن درب أنو يا ترى قدام ولا ورا؟ ساوي اول تنتين، تمام؟ هلا انا بدي اشتغلهم من ورا ولا من قدام؟ بدي اشتغلهم من ورا، شو عرفني؟ طيب لانه هدول من قدام، انا بدي عاكس الدرب اللي تحت، تمام؟ هدول طالعين من فوق فانا بدي اجيهم من تحت من ورا، تمام؟ هعمل اول غرزة تانية، شايفين؟ برد برجع بشتغل باللي بعدها، بترك تنتين بشتغل ب تنتين اللي بعدهم عمود بلفة، تمام؟ بعدين بيجي من ورا الشغل باخد الغرزة خيط الغرزة واشتغل بريد امامي لف، تمام؟ انا راح كفي لوين؟ اترك 8، يعني بترك 8 من هون، شايفين؟ ديروا بالكم هون في تنتين من اللي هاي من قبل هاي، فبترك 8 غرز، يعني انا راح اصل للرسمة لقبل ما يخلص الدرب بثمان غرز، تمام؟ 2 4 6 8، تمام؟ رح اصل لنص هاي، يعني رح اترك وحدة ونص من هون ونص من هون، شايفين؟ رح كفي هذا الدرب لاصل لهون وارجع لكم. طبعا انا هلأ هيك وصلت ل تركت 8 غرز، شايفين؟ هاي 2، هاي 4، وهاي 2، تمام؟ هاي 8 غرز. طبعا انا هلا شو راح اعمل؟ كيف راح سكر الدرب؟ راح سكره عادي مثل ما بسكره يعني كل اي درب كامل، تمام؟ راح اجي اخذ الطرف هاد، شايفين؟ الطرف هاد مع الطرف هاد وبمنزلقة راس العمود، منزلقة، شايفين؟ منزلقة براس العمود، شايفين؟ صارت عنا منطقة الباهم. هلأ بطلع بعمل درب عادي، بطلع بثلاثة سنسلة، بعدين بشتغل هدول التنتين مباشرة بريد أمامي بلفتين، تمام؟ هلا بقى دور شو؟ دور يلي امام الشغل، برجع
شايفين شلون هون اللي انا بدي اخدهم امام الشغل هنن تحت هدول مو بارزين، تمام عشان ما تخربط. هاي بريد امامي بلفتي، انتقل للي بعدها. هلا هذا الدرب بشتغله بشكل طبيعي عادي، يعني بخلصه بختمه تمام طبيعي مثل اي درب. شايفين هلا هون بريد امامي اول وحده، بعدين بريد امامي ثاني وحده، وهكذا لنهايه الدرب تمام، وهكذا لنهايه الدرب. شايفين هلا هذا الدرب بعد ما سكرنا الباهم، شايفين رح نشتغل درب واحد فقط، يعني درب يلي سكرنا فيه، والدرب الثاني هلا هذا عادي. بعدين رح نبدأ بالريب، رح كفي هذا الدرب كمله وارجع لكم لنعرف كيف رح نشتغل الريب سوا. هيك بعد ما خلصت هذا الدرب شايفين كيف، هلا رح اختمه. شايفين هي هيك، يعني هون نهايته. اخذ راس العمود الاولاني اللي اشتغلته بسحب بمنزلق تمام. هلا انا هيك خلصت الرسمه، شو رح اعمل هلا؟ رح اعمل الريب. طبعا انا رح اغير السناره وارجع للسناره رقم 2.5 تمام. رح ارتفع باتنين سنسله، شايفين هلا كل رح هز سنسلتين ما رح احسبهم، وبكل عمود رح اعمل، كل راس عمود رح اعمل عمود بلفه عادي، عمود بلفه. شايفين كل فوق عمود عم بعمل عمود بلفه، كل فوق عمود عمود بلفه. هلا هذا الدرب ساده رح خلصه وارجع لكم. شايفين كل عمود براسه عمود، شايفين. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الاشتراك والتعليق واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد تمام. بتمنى تدعموا القناة ليصلكم افكار جديدة وشغلات كتير حلوة. اي استفسار او اي شي مو مفهوم يا ريت تشرفوني بالتعليقات وتكتبوا التعليق، وانا ان شاء الله برد عليكم وبوضح لكم الفكرة تمام. هاي رح خلصه، كل عمود فوقه عمود، كل عمود عمود بريد امامي فوقه عمود عادي بلفة تمام. هلأ هيك هنخلص. هلأ شو رح نعمل بعد منها؟ رح طبعا هلأ ليش غيرت انا السنارة؟ لانه بالريب منحبه يكون لازز، فمشان هيك مشان ما يشلف، يعني يشلف بسرعة يصير هيك يرخي، لا هيك منرصه بالسنارة تمام. هي انا خلصت، رح اختم الدرب راس العمود منزلقة، رح اطلع كمان بسنسلتين تمام، رح اعمل بالعمود الاولاني بريد امامي لفة واحدة، بريد امامي لفة واحدة. انتقل للي بعدها بعمل بريد خلفي كمان بلفة واحدة، واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي، واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي، هيك لنهاية الدرب. طبعا انا هذا الدرب فقط درب واحد يلي عملته هيك، حابة تزودي حابة تعملي طوله اكتر من هيك على حسب انتي طول الـ يعني المقاس اللي اخدتيه، حابة تطولي اكتر من هيك، لكن هذا المقاس يعني تقريبا يعني مثل ما بيقولوا المقاس يعني اللي بيناسب الكل.
اطول شوي اقصر شوي، هذا بقى على حسب الايد اللي راح تلبسه. تمام. لكن هذا تقريبا اجمالا بيناسب الكل هذا المقاس. تمام. فراح نكمل درب الريب، راح اريجيكم اياه على اللبس كيف راح يطلع. شايفين؟ شايفين شكله شو حلو وناعم وبدفي. شايفين هيك شكله؟ طبعا انا راح اكمل الدرب، وراح اكمل الدرب هاد الريب واختمه وارجع لكم ارجيكم اياه بالشكل النهائي. وهلا راح نطفه. طبعا انا هلا خلصت هذا الدرب، درب الريب. شايفين؟ هلا هون راح ارجيكم كيف راح سكر درب غرزه الفونديشن. تمام. اذا استعملتوها بالشكل الدائري. طبعا انا شارحه فيديو سابق كيف تفاصيل شغله. شايفين هون؟ وانا بجي على اول بدايه الدرب وبدخل بالابره وبشد. تمام. برجع بدخل بشد بسكرهم عندي الطرفين مع بعض القطن. تمام. اكيد اللون الاسود مو واضح ابدا على الكاميرا، لكن يعني نثبتهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكون القطعة عجبتكم وتنفيذها كان سهل وحلو بالنسبة لكم. بتمنى تدعمونا وتشتركوا بالقناة إذا أول مرة بتشوفوني. يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.